تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغزو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد شكرا 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 احبائي. اذا مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد، وانتم يا احبائي اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كما الاصدقاء اللي راهم هنا، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار شارك في حصتنا وملء الاستماره باش عمو يزيد يستضيفكم هنا بهذا الطريق. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمو يزيد .com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور قليلا من الصبر باش عمو يزيد يستضيفكم هنا لأن التسجيلات كثيرة. أحبائي في بداية كل حصة نستقبلوا بريد أحبائنا الأطفال اللي بعتوهن عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكون يجيبنا البريد ساعي؟ البريد. استقبلوا معي سهيب. تفضل تفضل سهيب. تعال. مرحبا مرحبا سهيب، واش راك وليدي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. اذا سهيب واش جبت لنا اليوم؟ البريد. بريد اصدقائنا الاطفال، اذا ضعوا في علبة البريد باش عمو يزيد من بعد يقراه لكم يا احبائي الاطفال. احبائي السلامة. شكرا شكرا سهيب شكرا. أحبائي في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم جدا، يوم 25 نوفمبر هو اليوم العالمي ضد العنف ضد النساء. أحبائي المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الجدة، هي الخالة، هي الصديقة. إذا كاين يوم عالمي ضد العنف ضد النساء، ما لازمش يكون فيه عنف ضد النساء. الدنيا هذه أساسها هو الاحترام، لازم الرجل يحترم المرأة والمرأة تحترم الرجل. إذن باش ما يكونش عنف ضد النساء نضمنه كامل مع هذه الفئة، مع الأم، مع الزوجة، مع الأخت، مع الخالة، مع العمة، المرأة اللي نحبوها جدا جدا. كذلك يوم 29 نوفمبر هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. أحبائي الأمم المتحدة دارت يوم عالمي يتوقف فيه العالم كامل باش يتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم 29 نوفمبر من كل سنة، وحنا كجزائريين متضامنين مع القضية الفلسطينية 100%. إخواننا في فلسطين خاصة الأطفال نحبوهم ونتضامنوا معهم ورانا معاهم واقفين. كذلك على بالكم أحبائي تعرفوا السخاء، إنسان يكون سخي، لا جينيروزيتي يعني إنسان يكون جينيرو يعني يمد، إنسان تقول هو عكس المشحاح. إنسان سخي وإنسان اللي ما يكون سخي احنا ماذا بنا يكون بعيد علينا، لأن احنا نحبوا الناس اللي الإنسان اللي يكون سخي باش يساعد أخاه باش الناس تحبوه كامل ويعني يساعد الناس. كاين يوم عالمي يوم 27 نوفمبر هو اليوم العالمي للسخاء، لا جورني انترناسيونال دو لا جينيروزيتي، وين الناس تمد لبعضها بعض يا أحبائي. إذا لحقنا درك اللغز اليوم، تحبوا الالغاز؟ وتحبوا الهدايا كذلك؟ إذا الشاطر هو اللي نال الهدية اليوم. ما هي أكثر دولة سكانا في إفريقيا؟ ما هي أكثر دولة سكانا في إفريقيا؟ فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز بهذا الطريق. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمو يزيد .com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن أحبائي فكروا لغاية نهاية الحصة، ما هي أكثر دولة سكانا في قارة إفريقيا؟ وبما أننا في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رايحين مع لينا العسل نكتشف شخصية مهمة جدا في الكفاح الفلسطيني ياسر عرفات. إذا تفضلي لينا، تفضلي بنتي تفضلي. السلام
تصفيق على لينا. تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي لينا، تفضلي بنتي. مرحبا بكم يا أطفال. مرحبا. اليوم سنتحدث عن ياسر عرفات. ياسر عرفات سياسي فلسطيني وأحد رموز حركة النضال الفلسطيني من أجل الاستقلال. اسمه الحقيقي محمد عبد الرؤوف عرفات القدوي الحسيني. ولد في 24 أوت 1929 بالقاهرة بمصر. عرفه الناس مبكرا باسم محمد القدوة، واسمه الحركي أبو عمار، ويكنى به أيضا، وهو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب في عام 1996. وقد ترأس منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1969 كثاني الشخص يتقلد هذا المنصب. وهو القائد العام لحركة فتح أكبر الحركات داخل المنظمة التي أسسها مع رفاقه في عام 1959. عرض منذ البداية الوجود الإسرائيلي، كرس معظم حياته لقيادة النضال الفلسطيني مطالبا بحقوق الشعب في تقرير مسيره. شرع عرفات منظمة التحرير الوطنية في آخر فترات حياته في سلسلة من المفاوضات لإنهاء عقود من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومن تلك المفاوضات مؤتمر مدريد 1991 واتفاقية أوسلو وقمة كوم ديفيد في 2000. وفي عام 1994 منحت جائزة نوبل للسلام لياسر عرفات بسبب مفاوضات أوسلو. مع نهاية سنة 2004 مرض ياسر عرفات بعد سنتين من حصار للجيش الإسرائيلي له داخل مقره في رام الله، ودخل في غيبوبة، وتوفي في 11 نوفمبر 2004 بباريس عن عمر جاوز 75 عاما. لا يعرف سبب الوفاة على التحديد. شكرا 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 بنتي، شكرا شكرا لينا. ياسر عرفات رئيس المنظمة الفلسطينية. أحبائي، ياسر عرفات نال جائزة نوبل للسلام. إذا نعتز بكل القادة العرب والمسلمين، والقضية الفلسطينية تهمنا، وخاصة أطفال فلسطين. أحبائي، نضمن معهم دائما. بما أننا في اليوم العالمي للسخاء واليوم العالمي لتضامن مع الشعب الفلسطيني، عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يا أخي أحبائي، يلا تغنوا كامل معايا، يلا معايا تعالوا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس،
عين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو برافو برافو. تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. يلا نشوفوا ألعاب الخفة مع عمو مراد. تفضل 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 عمو مراد. تفضل تفضل تفضل. تحية. Thank you.
شكرا لعمو مراد. ودركا راح نروحوا لفقرة هل تعلم مع ياسمين. إذا تصفيق على ياسمين. تفضلي تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن قزوين أكبر بحيرة في العالم؟ على الرغم من استخدام مصطلح بحر، ولكنه فعلا يعتبر بحيرة، كما أنه أكبر مجسم مائي داخلي مغلق في العالم، وتبلغ مساحته الإجمالية 371 ألف كيلومتر مربع، وتحده روسيا من الشمال الغربي، وأذربيجان من الغرب، وإيران من الجنوب، وكازاخستان من الشمال الشرقي، وتركمانستان من الجنوب الشرقي. برافو 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 ياسمين. برافو برافو أحبائي. هذه معلومة جميلة. على بالكم ما هو الفرق بين البحيرة وبين البحر؟ البحر هو الذي يصب في المحيط، والبحيرة هو مجمع مائي مغلق. مغلق يعني لا يصب في أي بحر. إذن بحيرة قزوين يعني، ولكن هما يسموها تاني بحر قزوين، ولكنه بحيرة، هو أكبر مجمع مائي عالمي مغلق، يعني ما كانش ما يصب لا في محيط ولا في بحر. هذه لا مير دو غاسبيزي 371 ألف كيلومتر مربع أحبائي. إذن بحر قزوين هو أكبر مجمع مائي داخلي. يا أخي أحبائي برافو برافو. أنا نحب الحكايات وأنتم تحبهم؟ تحبوا الحكايات؟ برافو. إذن يلا روحوا دركا يا عمو يزيد يحكي لكم قصة كنز العسل. يلا معي. إذن أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية كنز العسل. واحد النهار كان واحد الحيوانات في واحد الغابة، وهذوك الحيوانات متفاهمين كامل، يروحوا مع بعض يخرجوا يبحثوا عن قوت اليوم وش راح ياكلوا، متفاهمين كامل. يمروا هكذا الحيوانات، الدب ما كانش معهم، الدب كان، الحمار، الغزالة، الحصان، كامل يروحوا مع بعض باش يحوسوا على الأكل. يمروا هكذا يسيبوا واحد الدب تحت واحد الشجرة مكسل هكذا، يقولوا تعال معنا نبحثوا عن قوت اليوم. يقول لهم لا لا، أنا نقعد هنا راقد، أنا نحب النوم تحت الشجرة. ويقول لهم أنا كاين هنايا العسل في هذه الشجرة، ناكل من هذا العسل ما نحوش كاع الماكلة. كل يوم هكذا كما يروحوا يتعبوا يجيبوا قوت اليوم وكامل باش ياكلوا مع بعض، وهو متكسل تحت هذيك الشجره يرقد يرقد، وبعد ينوض ياكل العسل اللي في الشجره، ومن بعد يزيد يرقد هكذا. واحد النهار كانت واحد اللفعه تجري مور واحد الفار في هذيك الشجره، كي بقات تجري مور هذيك الفار تجري 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 موراه، واش دارت؟ رمات عليه السم ديالها، هذاك السم طاح في العسل اللي كان ياكل منه الدب. الدب كي شاف هكذا تخلع، الاكل تاعي القوت تاعي خلاص تسمم، واش حنا كلنا دركا وكامل. ومن بعد كي جاوا الحيوانات هذوك راجعين عندهم الاكل وكامل، هو ميت بالشر ما قدرش ياكل العسل لانه مسمم متسمم بهذاك السم تاع اللفعه هذيك. بعد قال لهم ما عنديش واش ناكل، وقالوا له شوف، قالوا اليوم نعطولك واش تاكل باش ما تموتش بالشر، لان احنا نحبوك، ولكن توعدنا أنك من غدوة تجي معنا باش تعمل وتبحث على قوت الأكل تاعك، على قوت اليوم تاعك. قال لهم إيه إيه خلاص خلاص نجي معكم نجي معكم. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمة التي نستخلصها من هذه القصة عن أهمية العمل والسعي بحثا عن رزق حتى لو كان الشخص يملك الكثير من الرزق والمال. برافو 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 بوبي برافو. يعني أحبائي الإنسان مش كي يكون عنده قال أنا خلاص عندي قوت اليوم، أنا ما نخرج ما نخدم ما ولا نروح نتكسل هكذا. سما كما واحد شغل مثلا يورث ولا حاجة يقول لك أنا خلاص عندي من المال ما يكفيني لا أعمل. لا لا أحبائي الإنسان لازم يعمل، ولازم يروح يكسب قوت اليوم يومه باش يحس بلذة الحياة. يا أخي أحبائي يلا. إذن أحبائي العمل مهم جدا 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 في حياتنا. دركا لحقنا لواحد الركن نحبو بزاف بزاف، شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعالي بنتي تعالي 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 انتيا انتيا تعالي اروحي اروحي اقعدي هنا. واسمك بنتي؟ اسمي فريال. فريال شحال في عمرك فريال؟ 11 سنة. وين تسكني؟ في بيرتوتا. بيرتوتا ولاية دركا الجزائر العاصمة. الله يبارك. احكي لي النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد المرأة عندها زوج دراري،
واحد اسمه علا واحد اسمه سلا. علا وسلا كبروا، علا راح يقرا. واحد المره واحد الطفل راح عندي مات علا، قال لها روحي تشوفي علامات تاع ليكول. هي عرفت لها وليدها مات، باسكو وليدها ثاني اسمه علا. ومن بعد على طاحت نصرعت، جاو ليها لومبيلونس داوها. ومن بعد كي فطنت لقات روحها في لوبيتال. ومن بعد لقات قدامها الطبيب، قالها مدام سلامات سلامات. وعلبتها وليدها مات. وليدها مات. برافو برافو برافو. شكون عنده نكته جميله جي يحكيها لي؟ تعال تعال وليدي ارواح تعال. اسمك وليدي؟ اقعد. اسلام. اسلام شحال في عمرك اسلام؟ 8 ايام. اه ها 8 سنين. الله يبارك. وين تسكن؟ في دوير. في دوير. احكينا نكته تاعك وليدي. كان واحد النهار كانت واحد المراه فقيره جامي شافت ماشينة لافي، شرا لها راجلها ماشينة لافي، ومبدت عمرتها بزاف بالحوايج. ومبدت هي كي عمرتها بدات تفيبري حتى وصلت للباكو. شافت هذيك المرة قالت أيا والله ما تغسلي الحوايج. هي بلا يا تمشي. شكون اللي تعالي بنتي؟ أرواحي تعالي. واسمك بنتي؟ ملاك. ملاك شحال في عمرك ملاك؟ 10 سنوات. 10 سنوات. وين تسكني بنتي؟ سطوالي. سطوالي. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد الطفل سقس أستاذته، قال لها ضمير متصل رفدوا عليه ولا مازال؟ الضمير المتصل يعني رفدوا عليه ولا مازال. برافو برافو برافو. تعالي بنتي تعالي أرواحي. واحد اسمك خديجة. شحال في عمرك خديجة؟ 9 سنوات. 9 سنوات. وين تسكني بنتي؟ في بيتنا. في بيتنا. الله يبارك. شوية. الله يبارك بنتي. الله يبارك. أوراس الشامخ. احكي لنا نكتتك بنتي. كان واحد الراجل حنين بزاف، زاد عنده زوج توامه. كيقول الطبيب هذاك ولا غير تدي واحد. والله غير تدي واحد. برافو 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 بنتي. برافو برافو برافو. احبائي لحقنا دركا الركن الرسائل. تاتا فيفي شوفي لنا رسائل اصدقائنا الاطفال اللي جابوهم لنا، بعثوهم لنا مع صهيب ساعي البريد باش نقراهم هنا. وانتم ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com كما يظهر اسفل الشاشه بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكرا تاتا فيفي. شكرا. تحيه لتاتا فيفي. الرساله الاولى اوشان فاطمه 22 سنه من مدينه عين دفله. اصدقاء عمويزيد كبار صغار كامل كلنا اطفال. نشاطات وبرامج تهدف لتربية الطفل بالدرجة الأولى وتنمية روح العمل الجماعي وإدخال السرور في قلوب البراءة. ربي يوفقك عمو يزيد. إذن فاطمة أوشان بنتي ربي طول عمرك مدينة عين دفلة. شكرا على المراسلة. الرسالة الموالية بوتلجة هاجر ملك 10 سنوات مدينة الدويرة ولاية الجزائر. عمو يزيد أريد أن أشارك في الحصة لأنها مفيدة وتعليمية تنصح الأطفال. شكرا شكرا بنتي. شكرا. الرسالة الموالية طراد حنين زهية 9 سنوات مدينة عين الترك ولاية وهران الباهية. عمو يزيد أحبك كثيرا وأرجو أن تأتي إلى وهران في شهر مارس. أحب شخصيتك كثيرا أنت وبوبي. بوبي ميهضروا عليك حبوك. أفرحني أنت وأوبي أفرحتموني لأنني تحصلت على 9.5 في المعدل. أرجو أن تأتي لنا في حفل في مدينة وهران. إذن تراد حنين زهية بنتي 9 سنين 9.5 مبروك عليك من عين الترك. ربي يحفظك ويوفقك من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. ساريك رزان 7 سنوات مدينة سيد الشحمي ولاية وهران كذلك. أنا أحبك جدا يا عمو يزيد وأتابعك دائما وأتابع برامجك وأتمنى أن أشارك في برنامجك. سيريك رزان 7 سنوات سيد شحمي وهران. إن شاء الله بنتي كما اليوم جيت حضري معنا. لؤي فرطاس
8 سنوات مدينة سيدي بالعباس. الله يبارك. السلام عليكم. أولا أشكركم على كل المجهودات المبذولة، وأريد أن أعرف سبب عدم زيارتك لولاية سيدي بالعباس وإحياء حفل أو نشاطات بها. أتمنى أن يؤخذ طلبي بعين الاعتبار. تحياتي لؤي فرطاس. إن شاء الله نزوركم في ولاية سيدي بالعباس في أقرب وقت، ركم في القلب وفي البال. نزوركم لأن البرنامج برنامج كثيف، ولكن سوف أزوركم في أقرب وقت إن شاء الله. تحياتي وسلامي لسكان مدينة سيدي بالعباس. إذن الحقنا درك للجواب عن السؤال: ما هي أكثر دولة سكانا في إفريقيا؟ تعالي بنتي أرواحي الشطرة، تعالي دوري الكاميرا. واسمك بنتي؟ ملاك. ملاك، وش هو الجواب ملاك؟ ما هي اسم الدولة؟ الجزائر. لا لا، هي أكبر دولة من حيث المساحة الجزائر، ولكن في الكثافة السكانية كين أكبر. تعال، ما هي أكثر دولة سكانا في إفريقيا؟ تعال ولدي. واسمك؟ أنيس. أنيس، وين تسكن أنيس؟ دار بيلكور. في بيلكور. الله يبارك، الله يبارك. محمد بن مزداد. الله يبارك. شحال في عمرك؟ 10 سنين. ما هي أكثر دولة سكانا في إفريقيا؟ نيجيريا. نيجيريا، برافو. تصفيقة 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 عليه. تقدر تقولنا شحال عدد سكان؟ تعرفوا بالتقريب شحال في بالك أنت؟ شحال؟ 100. أكثر شوية. 100. أكثر 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 شوية. نيجيريا سكانها أكثر من 190 مليون نسمة، أكثر الدول الإفريقية كثافة سكانية. برافو، قعد معي قعد معي، أعطيني الهدية تاعو، أعطيني الهدية تاعو. إذن ولدي شركة شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفاد بها. برافو 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 برافو. إذن نيجيريا هي أكثر الدول الإفريقية سكانا، والجزائر هي أكبر الدول الإفريقية مساحة. يا أخي أحبائي، في كل حصة نستضيف طفل وطفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا هنايا. اليوم عندنا سلسبيل، هي سندس سلسبيل، 9 سنوات، مدينة عين النعجة. تعالي تعالي سندس، تعالي أرواحي بنتي. سندس رسلتنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 ستوالي العاصمة، الرمز البريدي 16062. إذن احنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا راح يجيبوا لنا الكاطو ديالها. يلا أصدقائي. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات، نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة
يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو برافو برافو. إذا سندس بنتي عمو يزيد اشعلك الشمعة وانتم يا احبائي ما لازمش تلعبوا بالنار والديكم والكبار هما اللي يشعلوكم الشمع. العد التنازلي لسندس 9 طفي لنا الشمعة. برافو 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 برافو. إذن سندس اعطيني الشهادة تاعها. إذن بالليلي سندس سلسبيل عمو يزيد يعطي لك هذه الشهادة، شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم يا أحبائي كل واحد فيكم راح يأخذ شهادة كما هذه باسمه، تحتفظوا بها كذكرى لتصوير حصة عمو يزيد. واعطيني الهدية تاعها. إذا بنتي سندس، إذا بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية، هذه الهدية من شركة رامي كما وعدناك. أعطينا لك هدية كما وعدناك، هدية عيد ميلادك تحتفظي بها، خليها لهنا باش تديها معاك هكذا. هدية كبيرة كبيرة كبيرة. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. يعطيكم الصحة، حصة مع عمو يزيد فرحتوا الدراري، فرحتوا راسي، فرحتوا ولادي، حصة شابة. ميرسي بوكو ويعطيكم الصحة بزاف بزاف. ما شاء الله وربي إن شاء الله نور على نور. نشكر عمو يزيد، شرفوني أنني شاركت في حصة عمو يزيد وأدعمكم لحصص كثير. نشكر عمو يزيد كي استدعاني. شكرا عمو يزيد الذي استدعيتنا في هذه الحصة الجميلة. شكرا. إن شاء الله حتى كي جينا لهذه الحصة تمتعنا كثير وإن شاء الله نزيد ونجوع خطر أخرى. تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.